الشراكة الأجنبية لازم تجيب يعني الشراكة الأجنبية لتكوين الدقيق في المجال المالي. لازم نروحوا إلى العالمية في الفورماسيون ميتي، لازم نروحوا إلى العالمية بسرعة، لأن احنا نعتمد كثير على تطوير اقتصادنا المستقبلي على المناجم، وفي لازم يكون على أسس سليمة صحيحة في كل سلاسل، والتكوين راح يشكل لنا عنصر مهم جدا، هو التكوين، بلا تكوين ما راحش نتقدم.